إذن فنحن لا نعطي قروض بالمعنى التقليدي، يعني تأتي تأخذ مال وتذهب، لكن نساعد الشباب في مركز الأحجار الكريمة، ونقترح عليكم شراكة مربحة للطرفين. إذا كان عندك القليل من الصبر وانتظرت حتى نهاية الفيديو فستستفيد كثيرا، لكن تجدر الإشارة أن الأشخاص الذين يرغبون في العمل بشكل مستقل لا مكان لهم عندنا، فنحن نقوم بعمل جماعي ولدينا مشروع. هذا المشروع هو تجارة الأحجار الكريمة، وهو مربح جدا بالمناسبة، مشروع مربح جدا. تستطيع أن تنضم إلينا بصفر درهم، وبمجرد دخولك تبدأ تربح المال، فهو بالفعل فرصة عمل ومشروع حقيقي. لا يتعلق الأمر بالتسويق الشبكي بتاتا، هذا اسمه تسويق الأحجار الكريمة. التفاصيل ستأتي في الفيديوهات المقبلة، أو تتواصل معي على الواتساب. قد تربح 100 درهم في الساعة، قد تربح 200 درهم في الساعة، قد تربح 100 درهم في اليوم، هذا يتوقف على اجتهادك وفهمك لطريقة المشروع. واسمعوا هذا الكلام المهم جدا الذي سأقوله الآن، قد يصبح هذا المشروع بالنسبة لك بابا للثراء إن شاء الله عز وجل ولجميع أفراد المجموعة. فإذا حسنت نيتك تواصل معي وسيكون خير إن شاء الله.